السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم نبدي بشرح المحاضرة الثانية اللي هي بعنوان Human Biology Lecture Nutrition. شنو يعني Nutrition؟ يعني تغذية. الغذاء لما راح يدخل للفم شلون راح يصير ربي absorption امتصاص secretion، كل هالأشياء هسه نعرفها. نبدأ بأول شيء، يقول لي the digestive system is made up of the gastrointestinal tract. يعني شنو؟ يقول لي الجهاز الهضمي راح يتكون من gastrointestinal tract. هاي مهمة، ممكن تجي فراغ. يعني راح يتكون من gastrointestinal tract، يعني شنو؟ يعني هو مسلك أو مجرى الجهاز الهضمي. also called GI tract، وكذلك يسمى GI tract، وتقدر تكتبوها GIT اختصار للgastrointestinal tract or digestive tract. هب نفس الشيء، هذول الثلاث أسماء مهمات، أي تسمية من عندهم صحيحة. وحتى إذا الاختصار قلت لكم يعني GIT هم صح. And the acute cirrhosis liver, pancreas and gallbladder. والملحقات مالته، الملحقات اللي بالجهاز الهضمي هي شنو؟ الليفر، كبد، بنكرياس، والقلب لدر اللي هي تعتبر المرارة. يقول لي the GI tract is a series of wall organs joined in along. الجهاز الهضمي عبارة عن شنو؟ عن سلسلة من الأعضاء. أنا بتكون شبيهة، يعني الأعضاء مثلا المعدة أو الأمعاء الداخل مالتها شبيه حيكون مجوف. هذه المعدة، هذا الداخل مالتها مجوف، wall organ. متصلة، راح تكون متصلة بشنو؟ بالتيوب. إذا قالت متصلة بشنو؟ متصلة بالتيوب اللي هو أنبوب. بوب شي يكون لونج، طويل، from the mouth to the anus، من الفم لحد المخرج. هذا الانبوب الطويل ممتد. يقول digestion involves the breakdown of food into smaller components. يتضمن الهضم، digestion هو هضم، على هاي الكلمة digestion معناتها هضم. شبي راح يتضمن لي break down. شنو يعني break down؟ تكسير الطعام. على لما يبدي ينهضم حيتكسر للأكل اللي راح يفوت من الموت من الفم، حيبدي يتكسر إلى شو؟ إلى مكونات component smaller and smaller، مكونات صغيرة، أصغر وأصغر. حتى ليش يتكسر؟ حتى يصير له absorb، اللي هو امتصاص واستيعابها بالجسم. كلمة absorbed ليش يتكسر الجسم؟ حتى يصير له absorbed، امتصاص and assimilated into the body، واستيعابها بالجسم. nutrition nourishment or element the supply of material، التغذية أو الغذاء، أو الاسم الثاني واللي هو element، هذا اللي كلها نفس الاسم نفس المعنى، ينطن كلها تغذية غذاء. هي شنية؟ هي supply، إمداد. إذا قالت لك nutrition كلها هذا التعريف، هو supply of material food required by organisms and cells that stay live. التغذية هي شنية؟ أنا ما عندي كائن حي يعيش بدون تغذية، فهي شنية؟ هي الإمداد بالمواد، supply of material، أو تقدر تكتب substance، هي المواد هي الإمداد بالمواد أو تزويد الجسم أو الأورجنايزم الكائن الحي بالغذاء اللي تتطلب مني الأورجنايزمز. كلمة أورجنايزمز هي كائنات حية، والخلايا السيل ليش؟ للبقاء، to stay alive، حتى تبقى على قيد الحياة. يقول لي بالعلم والطب البشري in science and human medicine nutrition is the science or practice
شبيها يقول لي بالعلم وبالطب البشري التغذية هي علم أو ممارسة استهلاك الأطعمة واستخدامها. إذا قالت لك بشكل عام النيوتريشن شنو، تكتب supply of material food required by organisms and cell by cell حتى يعيش كالحة. بينما إذا جابت لك النيوتريشن بالساينس أو الهيومن ميديكال تكتب لها هذا التعريف بس. يقول يشمل الطعام التغذية هي ايش راح تشمل لي، حتشمل لي ال انكلود فود انتيك اخذ الطعام، وال ابسوربشن امتصاص، السيليمينيشن استيعاب، والبايوسينثيسيس هو تخليق حيوي لها يعني شنو، والكاتابوليزم، وال السكريشن هو الافراز يعني شنو، يعني لما راح يفوت الطعام للفم ايش راح يصير، راح يصير اول شيء بيه تكسير ويبدي امتصاص بعدين ينزل، وبعدين يصير لي بالميتابوليزم والهاي انه راح يعطيني مثلا بروتينات يصنفها واحد الدهون واحد هيك، بعدين راح يبدي يفرز لي اياها المواد اللي يحتاجها الجسم تروح لي بالبلاد حتى تتوزع الباقي انحاء الجسم هيك. يقول لي نيوتريشن ساينس ستديز هاو ذا بودي بريك فود داون كيتابوليزم. يقول لي يشمل يدرس علم التغذيه نيوتريشن ساينس ايش راح يدرس لي، كيف يكسر الجسم الطعام يعني بريك فود داون. شوفوا هذه مهمه بودي بريك فود داون شنو معناتها، اذا قالت لك المعنى الثاني هو كيتابوليزم هذا معناتها الثاني، تقدر تكتب اي واحده من عندهم صحيح. وكيف النوب اند هاو ذا ريباير اند كريت سيلز اند تيشو، انا ملازم كيف يصلح ويخلق الخلايا والانسجه اللي هي انا ملازم. يمكن ايضا اشاره انه اقدر بعدين اشير الى الكيتابوليزم اند انابوليزم كومباوند كان بي كان also be referred to as metabolism. يمكن انه اشير للهدم، كيتابوليزم هو هدم عكس الميتابوليزم هدم، والتمثيل الغذائي انابوليزم، مجتمعين شنو اسمهم، اسمهم ميتابوليزم. هسه هذولي ثريال شنو اسمهم الثاني، فون اسمهم ميتابوليزم. اذا قالت فراغ عن فراغ compared can also referred to as metabolism تكتب هذول الاثنين اللي هو كيتابوليزم and anabolism. digestive system break nutrition into the parts small enough for your body to absorb and use for energy growth and cell repair. الجهاز الهضمي حي شبي راح يقسم لي العناصر الغذائية إلى أجزاء صغيرة مثل ما قلنا، بما يكفي حتى يمتصها الجسم واستخدامها للطاقة وإصلاح الخلايا. إذا قالت ليش أني الجهاز الهضمي الدايجستيف سيستم راح يسوي لي بريك داون للنيوتريشن، ليش أقول لها حتى يسوي لي أبسورب عن يوز استخدمه لما راح يمتص الجسم هاي المكونات الغذائيه راح يستخدمها لشنو، للجروث للانرجي وللجروث وللسيل ريباير حتى اصلح للخلايا، يعني الخلايا مثلا تالفه او صار بها نقص او اي شيء انا اصلحها بشنو بالنيوتريشن من خلال الدايجستيف سيستم راح يسوي لي بريك داون للنيوتريشن. امبورتانت فاكت اوف نيوتريشن يعني شنو، يعني الفاكت هي معناتها حقائق، الحقائق مهمة بالتغذية.
The human body requires seven major types of nutrition. يحتاج الجسم إلى 7 أنواع رئيسية من المغذيات. شوفوا هالشي راح أجيبها. تقول لك the human body requires 8 major types of nutrients. صح لو خطأ 8. False. 7. لازم تعرف إنه 7 يحتاج. Not all nutrients provide energy, but are still important, such as water and fibers. لا توفر جميع العناصر الغذائية الطاقة. يعني مو كل العناصر الغذائية راح يكون بها إنرجي راح توفر لي طاقة للجسم. ولكنها but are still important تبقى لي مهمة. مثل شنو؟ مثل المي. المي زين أوكي هسا تروح تجو المي ما بي أي قيمة غذائية. أنا ليش أحتاجه للجسم؟ 70% من مكونات الجسم هو ووتر مي. يدخل لك بالخلايا، يدخل بال عفوا بالبلاد الدم. يعني الدم هو من شنو؟ هو من مي والفايبرز الألياف. يقول مايكرو نيوترينز are important but require in a small amount. المغذيات الدقيقة. شوفوا أعطيكم شغلة هاي مهمة ما أتوقع حاليا حتاخذوها. ثواني هذه الكلمة مايكرو هاي إذا جابها ماكرو معناتها كبير. مايكرو أم الآي مايكرو معناتها شي دقيق. فش يقصد هنا؟ يقول لي المغذيات الدقيقة هي مهمة. المايكرو هي كلش مهمة important لكنها مطلوبة بكميات صغيرة smaller amount smaller quantity. تقدر تكتب الفيتامين. فيتامين ار سيتشال اورجان كومباوند ذات ذا هيومن بودي كان سينثيسز. شوفوا حطيكم كلمه انتو هسه ما راح تاخذوها بس زياده معلومات اللي هي هذه السيتشال. شنو الفرق بين السيتشال والنون سيتشال؟ المهمات والغير مهمه، اساسي وغير اساسي. شوفوا كلمة essential المهمة هي معناتها الجسم ما راح يقدر يصنعها، بس النون essential هو يقدر الجسم يصنعها. اللي ما يقدر الجسم يصنعها شلون لازم اخذها؟ لازم اخذها عن طريق الدايت اللي هو الفود الاكل. بينما اللي يصنعها الجسم اتس اوكي ممكن اخذها بكمية صغيرة او ممكن ما اخذها. هذا الفرق الاساسي بينهم. فالفيتامينات هي شنو؟ essential هي مركبات عضوية organic وتكون مهمة وأساسية لا يستطيع الجسم تصنيعها. هو ده يقول لك that our human body can't synthesis. هاش راح تقول لك الفيتامين R essential organ compound that the human body can't synthesis. يقدر يصنعها؟ لا، الاسينشال ما يقدر يصنعها. النون اسينشال يقدر يصنعها والفيتامينات ما يقدر يصنعها. نيوترينت از ا سورس اوف نيوروشمنت ا كومبوننت اوف فود فور انستانس بروتين كربوهيدرات فات فيتامين مينرال فايبرز اند ووتر. المغذيات هي مصدر شنو؟ للتغذيه اكيد. ومكونات وهي مكون من مكونات الفود الغذاء الطعام. على سبيل المثال البروتينات كربوهيدرات دهون، الفات هو دهون وتقدر تكتبها ليبيد هم دهون، فيتامين مينرال اللي هي المعادن فايبرز الياف والووتر المي وتقدر تكتب H2O. نفس الشيء هاي الاشياء يعني اللي دا اقولها تقدر تكتبها. يعني هاي الدكتور ما يحاسبك عليها اذا كتبتها او لا. مايكرو نيوتر شو هسه هذه جايبها بالاي علي هنا قلت بالاي معناتها شيء دقيق. ماكرو بالاي معناتها شيء كبير. ماكرو نيوترينز مغذيات كبيره. ار نيوترينز وي نيد ان ريليتيفلي لارج كوانتيتيز. هي مغذيات نحتاجها بكميات كبيره. لارج كوانتيتي بنتقرا ام الاي يعني لارج كوانتيتي. تقرا لي ام الاي هي شنو؟ سمول اماونت سمول كوانتيتي. يقول لي ار
our nutrients we need in relatively small account. هاي المايكرو، هاي قام هسه يقارن المايكرو والماكرو شنو هي. مثل ما قلنا ام الاي هي تحتاجها بكميات كبيرة، ام الاي تحتاجها بكميات صغيرة. يقول لي ما ماكرو ام الاي كان بي further split into energy micro nutrients. يقول لي المغذيات الكبيرة اقدر اقسمها لمغذيات كبيرة للطاقة to provide energy حتى احصل طاقة. Our macronutrients don't provide energy. ومغذيات كبيرة لا توفر طاقة. يعني أنا عندي نوعين من المغذيات الكبيرة. إذا قالت أقسمها لشنو؟ تقسمها للمكونات كبيرة توفر الطاقة provide energy، ومكونات كبيرة don't provide energy بتوفر الطاقة. هسا نجي على واحدة واحدة. Energy macronutrients يعني مغذيات كبيرة للطاقة. provide energy توفر مغذيات كبيرة للطاقة اللي which is measured there in kilocalorie أو calories. راح أقيسها بالسعرات الحرارية. kilocalories اللي هو ال، هاي الوحدة مهمة. بشنو أقيسها الكبيرة؟ بالكيلو كالوري. كي كالور أو كالوريز، كيلو كالوري أو كالوري أو بالجول. أقدر أقيسها كذلك بالجول. الواحد كيلو كالوري اللي هو كالوريز إيش قد يساوي؟ هذا الرقم مهم. 4185.8 جول. energy macro nutrient include المغذيات الكبيرة. ايش راح تشمل لي؟ راح تشمل لي اول وحدة هي الكربوهيدرات. ايش فيها الكربوهيدرات؟ الكربوهيدرات 4 كيلو كالوري بكل جرام. هاي حفظ. اذا قال الكربوهيدرات شقد هي؟ 4 كيلو كالوري بكل غرام. يعني اذا جاب لك عندك 100 غرام شو تسوي؟ تضربها بأربعة تطلع لك 400 كيلو كالوري. الكربوهيدرات مولكيولز انكلود مونوساكرايد. شوفوا احنا عندنا الكربوهيدرات راح تتقسم لي 4 اقسام. مونوساكرايد احادي، سكريات احاديه. عندك الداي ساكرايد ثنائيه. عندنا الاوليغو ساكرايد هنا ما ذاكرها، اللي هي راح تتكون من 3 لحد 10. وعندنا البولي ساكرايد حيتكون لي من 10 وأكثر، أو من 12 وأكثر، لأن مصدرين واحد يعتبره من 10 واحد يعتبره من 12. فنجي على أول واحد اللي هو مونوساكرايد. مثل شنو؟ مثل الجلوكوز، فركتوز، جالكتوز. هذا اللي ممكن تجيبهن. تقول لك الجلوكتوز مونو لو دايلو أوليغو لو يهو بالهوم لو بولي، تختار لها. الدايساكرايد اد بولي ساكرايد مثل الستارش. الستارش ترى تابع للبولي مو للداي. الداي عندكم المالتوز. البولي ساكرايد هو الستارش او الجلايكوجين كذلك. شنو الفرق الجلايكوجين عن الستارش؟ الستارش هو شكل من اشكال البولي ساكرايد موجود بالنبات بالبلاند اللي هو النشا، اما الجلايكوجين موجود بالانيمال بالحيوان. وصلنا نيوتريشنالي. بوليسكرايد ال ار بروفايد اوفر مونوسكرايد بيكوز ذي ار مور كومبلكس اند ثيرفور تيك لونجر تو بريك داون. شوف من الناحيه التغذويه بالنيوتريشنالي، النيوتريشن احنا نعرفها تغذيه، بس ما دام ضاف لها الي يعني صارت ناحيه تغذويه. البوليسكرايد اللي يكون
متعدد. شوي يفضل استخدام السكريات البولي سكرايد أفضلها على البولي، أفضلها على المونو. ليش هسه أعرف؟ لأنها أكثر تعقيدا، اللي رح تكون كومليكس، مور كومليكس. كومليكس هو معقد، مور كومليكس كومليكس أكثر تعقيدا، لأن إحنا إيش قلنا؟ قلنا المونو هو أحادي، البولي هو من 10 وفوق، 10 جزيئات. ف مدامها معقدة يعني take longer to break down، حتستغرق وقت طويل حتى تتحلل ويتم امتصاصها بمجرى الدم. هذا يعني أنها لا تسبب يعني هذا الشيء يعني it's mean this means that they don't cause major بيكت the blood sugar levels. هذا يعني انه ما راح يسبب ارتفاعات كبيرة بمستويات السكر بالدم، يعني اذا جابت لك هي اللي يسبب لي ارتفاع مستويات السكر بالدم اعلى، المونو ولا البولي؟ اكيد البولي، المونو عفوا. لان شنو؟ لان قلنا البولي هو راح يتكسر ببطء اكثر، يحتاج وقت اطول، وما راح يسبب لي ارتفاع بسكر الدم بسرعة ومستوياته بهو. واللي which are linked يعني ترتبط to heart and vascular disease، راح ترتبط بأمراض القلب، والفاسكولار هو ترى معناتها أوعية دموية، vascular disease أمراض أوعية دموية. هسه نجي على البروتين. البروتين هو شقيت كيف هذا لازم تحفظوه، كيف كيلو كالوري، أتوقع راح أجيب لكم واحد من عندهن. البروتين هو 4 كيلو كالوري بير جرام. شوف شيء يعني ايش قاعد يعني حاله البروتين، تمام؟ يقول ذرار 20 امينو اسيد. كم امينو اسيد احنا عندنا؟ عندنا 20 امينو اسيد، تحفظها. اذا قال 19 فولس، 20 امينو اسيد. أورغانيك كمباوند اللي هي مركبات عضوية، هي مركبات عضوية وين موجودة؟ فاوند موجودة إن نيوترا ذات كمباين تو فورم بروتين. هي مركبات عضوية موجودة بالطبيعة دكتور تتحد. إيش راح يصيرها كمباين؟ كمباين يعني تتحد ويا شنو؟ ويا البروتينات، يعني الأمينو أسيد حتتحد ويا البروتينات. شوفوا ذرار 20 امينو اسيد، هاي لازم تعرف كم امينو اسيد احنا عندنا. يقول لك اورجانيك كومباوند، انا هي شنو هاي؟ هي مركبات عضويه موجوده بالطبيعه. شوفوا انا عندي 20 امينو اسيد، راح ابدي ثواني خلي ارسمها. عندي 20 امينو اسيد، هاي الامينو اسيد يجيني مثلا 1 2 3 4، هاي راح اتحدهم، اجمعهم سوا، اخليهم يتحدون. لما يتحدون الامينو اسيد شي يسولي؟ يسولي بروتينات. زين اوكي، هسه راح تجوني تقولولي زين اري اذا اتحدتهم وسويت بروتينات، البروتينات شلون حتختلف؟ فاني عندي بس 20 امينو اسيد، انا 20 امينو اسيد راح اخذها مثلا اول شي مثلا جبت، راح ارقم هل ما راح اعطيكم اسماء اللي صعبه هم ما طلبوا منكم، مثلا 1 2 3 4 5، جبت اول شيء الواحد والاثنين والثلاثة والاربعة والخمسة، ربطتهن سوا، سويتهن هذا بروتين. اجي اسوي الاربعة والثلاثة والاثنين والواحد والخمسة، اربطهن بهذا التسلسل واسويهن امينو اسيد ثاني، هيك يعني بس اخربط بالتسلسل مالتهن، فيسوي لي بروتينات. عندي هواي بروتينات يصير لي. بعض الاحماض الامينية ضرورية، عندي امينو اسيد بس مو كلها، سام انتبه لي، سام كلمة سام راح تسم، كلمة سم ممكن تجيب لك أو أمينو أسيد أر إستيشن، كلها فولس، سم بعضها مو كلها، بعضها مهمة وبعضها مو مهمة. هسا نجي للفاتس، كم كيلو كالوري بالجرام؟ 9، تختلف عن البروتينات والكربوهيدرات، البروتينات والكربوهيدرات كانت 4 بالجرام، هنا هي 9. فيقول لي الدهون الفات ار ترايجليسرايد، الدهون هي
عبارة عن try. try بعد كلمة، شوفوا بس كلمة try معناتها ثلاثية، glycerin هي دهون ثلاثية. شبيها their molecule of fatty acid combined with a molecule of the alcohol glycerol. من الأحماض الدهنية هي triglyceride، جزيئات ثلاثية من الأحماض الدهنية شبيهة مدمجة مع جزيء كحول الجليسرين. يعني شنو يعني؟ أني مو قلت الفات هو من التريجليسرايد، هو تريجليسرايد. فهسه أجي أشوفكم عدي ثلاث جزيئات، ثلاث مولكول of fatty acid من الفات، من الفاتي acid. شبيها هاي الثلاث جزيئات من الفاتي acid combined with a molecule of the alcohol glycerol. ثلاث جزيئات من الدهون، ثلاث جزيئات من الأحماض الدهنية زائد جزيئة واحدة من الكوليسترول. ايش راح يكون لي هذا؟ يساوي لي تراي اللي قدها تراي كوليسترايد. طبعا سوري على الخط بس لأنه بالتليفون مو بالآيباد أصور. هاي مهمة تحفظوها. إذا قالت تريجليسرايد هو شنو؟ هو ثلاث مولكيولات، ثلاث جزيئات من الفاتي أسيد ويا وذ مولكيول واحدة من الكحول اللي هو جلسترول. أو تكتبولها بس جلسترول هم عادي. فاتي أسيد R. فاتي أسيد R سمبل كبون مونيمارز. يقول لي الأحماض الدهنية هم مركبات بسيطة سمبل كمبوت اللي هو شنو؟ مونيمر. اي مونيمر عفوا، مونيمرات. هاي شنو هي؟ هاي الأحماض الدهنية الفاتي أسيد هي مونيمرات، بينما التريجليسرايد الفاتي أسيد هي شنو هي؟ مونيمر. التريجليسرايد هو شنو؟ هو بوليمرز، بوليمرات معقدات تصير. ديتش تكون مركبات بسيطة اسمها مونيمر، الجزيئات المعقدة شو اسمها؟ اسمها بوليمر اللي هي التريجليسرايد. الدهون مطلوبة في النظام الغذائي للصحة، ليش؟ لأنها راح تعطيني وظائف عديدة بما في ذلك شنية. هسه نجي على الوظائف مال الفات. انكلود لوبريكينتينج جوينتس وهيلبينج أورجانز produce hormone. هسه نجي نشوف واحدة واحدة شنو. الأولى تزييت المفاصل، المفاصل اللي بالجسم راح تحتوي لي على دهون على فات، وراح يسوي لي helping organs، راح يساعد لي الأعضاء على شنو؟ على إنتاج produce hormone، يساعد لي على إنتاج الهرمونات. تقدر تكتب لها بس helping produce hormone، إنتاج هرمونات. والمساعدة وين؟ in absorption of certain vitamin، مساعدة بامتصاص بعض الفيتامينات، بعض. وال تقدر of certain vitamin أدك reducing inflammation، راح يقلل لي الالتهاب. inflammation معناتها التهاب بالميديكال تيرمينولوجي، قلل الالتهابات. والمحافظه وين؟ preserving brain health، راح يحافظ لي على صحه العقل، دماغ. micronutrients that don't provide energy، this don't provide energy but are so important. يقول المغذيات الكبيرة المقدار لا توفر طاقة مثل ما كنا، don't provide energy، لكنها شنية؟ لا توفر طاقة، ما راح توفر طاقة بس but
تبقى مهمة، اللي هي شنو احنا اخذنا هسه الماكرو الجزيئات الدقيقة اللي هي فات بروتين شرحناها والكربوهيدرات. هسه ناخذ الكبيرة اللي هي فايبر ووتر نشرح. الفايبر هي شنو؟ الياف. فايبر كونسيست موستلي اوف كربوهيدرات، هاوفر بيكوز ات از نوت ايزلي ابسوربينج absorbed by the body. يقول الألياف في الغالب من شنو؟ من الكربوهيدرات. الألياف تتكون من شنو؟ من الكربوهيدرات. هنا شنو أخذنا؟ أخذنا الكربوهيدرات وقسمناها على هي إنه ماكرو، فإجت الألياف اللي هي شنو قلناها؟ الألياف هي راح تتكون بالغالب من كربوهيدرات. هاي تحفظها، تتكون من كربوهيدرات الألياف. ومع ذلك نظرا لأنه لا يمتصها الجسم بسهولة، الجسم ما يمتص الألياف بسهولة، not easily absorbed، ما مطلوبين. ليش ما يمتصوا هاي هسه؟ هنايا هسه نجي نشوف. Not much of the sugar and starch get into the bloodstream. يقول لا يدخل الكثير من السكريات والنشويات. الشوغر هو سكر، والستارش اللي اخذناها الكربوهيدرات هو شنو؟ هو نشا، نشويات. وين؟ بمجرى الدم. get into the bloodstream، ما راح يدخل لي هواي بمجرى الدم. الالياف هي شنو؟ فايبر. فايبر is a curricular part of nutrition, health and fuel for gut bacteria. كل الألياف جزء أساسي من التغذية والصحة والوقود لبكتيريا الأمعاء. أهم شيء عندكم تعرفون هي الوقود، هي بالnutrition, health and fuel for gut bacteria. شو معنات gut؟ أنتوا أخذتوا gastrointestinal tract أو digestive system؟ هي مختصر للgastro اللي هو جي يو تي، تحفظوها، جاسترو انتستينال تراكت اللي هي الامعاء او المعي، تقدر تقولها معي او امعاء. جاسترو انتستينال تراكت. البكتيريا ليش؟ لانه المعده بها ترى بكتيريا كذلك، بس هاي البكتيريا حتكون مفيده. ما مطلوبه بشنو مفيده من عندكم. ووتر اباوت 70 المي بيرزنت، 70% 70%، تقدر تكتبوها 70%. شنو ما متعودين؟ كذا non fat mass of the human body in water، حوالي 70% من كتلة الجسم غير الدهنية هي الماء. مو قلت لكم 70% الجسم يتكون من ماء؟ هاي تحفظوها. شكد بالمية من الجسم يتكون من non fat mass يعني غير الدهنية، اكو 70% ماء. يقول it is a vital for many process in the human body، إنه أمر حيوي للعديد من العمليات في جسم الإنسان. لا أحد متأكد تماما من كده. شوف، ما حد متأكد إنه الجسم إيش كده يحتاج مي، لتر لترين ثلاثة عشرة، ما حد متأكد بصورة دقيقة، تختلف احتياجات الجسم، الجسم تختلف متطلبات الجسم من شنو؟ من اللتر للسبع لترات، تحفظها، من اللتر للسبع لترات متطلبات الجسم باليوم. حتى ليش انا احتاج من اللتر؟ حتى اتجنب الديهايدريشن، افويد ديهايدريشن اللي هو ديهايدريشن هو جفاف، اذا ما شربت مي انا راح يصير بيا جفاف. ديهايدريشن حفظ. نحن نعلم أن متطلبات الماء ترتبط ارتباطا وثيقا بحجم الجسم والعمر ودرجة حرارة البيئة والنشاط البدني. حالات مختلفة من صحة والعرار الغذائية. هاي شوفوا for example مطينا مثال somebody، شخصا ما راح يحتاج، اللي راح يستهلك للكثير من الصلت، صلت يعني ملح، يحتاج الى ماء اكثر من شخص اخر وشخص. يعني هسه انتوا اخذوا ملح راح تحسون بعطش، تحتاجون ماء اكثر، لها راح يصير متبلصمات بالجسم وعمليات وبروسيسات، فراح احتاج لمي. بس اذا انت ما اخذت راح صلت وملح ما راح تحتاج مي بجد اللي اخذ ملح.
Micronutrients are required in a small quantity. يقول لي المغذيات الدقيقة مطلوبة بكميات أقل، اللي هي شنية مينرال معادن. أول واحد هو مينرال، اللي هو شنو؟ اللي هو من المايكرو، أم الآي، أم الآي اللي أخذها، اللي هي فاتس و عفوا مو الفات، فايبر ووتر أخذناها هسنا بالعلم، أحتاجها بكمية صغيرة قلنا الأم الآي. فالمينرال المعادن، يقول لي دايت مينرالز معادن غذائية or the other chemical elements our bodies needed، هي العناصر الغذائية الأخرى اللي يحتاجها جسمنا، جسمنا يحتاج للمعادن للمينرال، بخلاف other than يعني كربون هيدروجين أكسجين and نيتروجين. المعادن هي شنية؟ كربون هيدروجين أكسجين نيتروجين. البوتاسيوم، what is does a systemic effect enter body electrolyte essential in core quoted ATP ماذا يفعل؟ what is does electrolyte جهاز a systemic electrolyte يأثر لي على الجسم بالكامل. هاي حفظ هذا ضروري. وين البوتاسيوم بعملية الاي تي بي؟ تنظيم المشترك، الكو يعني شيء مشترك، كور كوارتينج تنظيم مشترك للاي تي بي. ان امبورتنت كارير اوف انرجي ان سيل ان ذا بودي، ناقل مهم للطاقة في الخلايا بالجسم. also key in making RNA، وهو ايضا مفتاح في صنع الحامض النووي الرايبي اللي هو RNA with sodium، مية الصوديوم. هاي حفظ صراحة. هذا البوتاسيوم مهم، اتوقع تجيب لكم اياه. كلورايد، what is this، شو سوي لي الكلورايد؟ الكلورايد هو مفتاح لانتاج حمض المعدة، key of produce stomach acid. البوتاسيوم حيسوي لي الأحماض اللي موجودة بالمعدة، يعني مثل شو، أنا مو عندي ال HCl بالمعدة، الكلوريد راح يسوي ليها Cl كلوريد. important in the transport of molecules between cell، مهم في نقل الجزيئات في الخلايا، كذلك transport هو نقل molecule بين الخلايا يعني من خلية لثانية. And vital for the proper function of nerves، ومن أجل أداء، من أجل الأداء السليم للنيرز، نيرز يعني هي أعصاب. الصوديوم، الصوديوم مش راح يسوي لي هنا صوديوم. what it does potassium والصوديوم، يقول لي اسيستميك الكترولايت ار اسيتال، هو مهم ان ريجوليتنج اي تي بي، هو كذلك مهم بتنظيم الاي تي بي. هاي مهمة، بس هو شنو هو اسيستميك الكترولايت؟ اذا قالت بس هو شنو اسيستميك الكترولايت، مهم وين الفائدة مالته؟ ريجوليتنج تنظيم الاي تي بي ويا البوتاسيوم، يعني الصوديوم ويا البوتاسيوم حينظمن للاي تي بي. وضروري وين؟ important for nerve function، ضروري بتنظيم nerve function وظائف الأعصاب and regulating body fluid levels، وراح ينظم لسوائل الجسم. هذا اللي صراحة ما بيها يعني يترك، لازم حفظ. كالسيوم، شو حيسوي للجسم؟ what it does important for muscles heart and digestive health، مهم للعضلات والقلب وصحة الجهاز الهضمي. شنو الكالسيوم هذا؟ muscles heart digestive health، وراح يبني لي
بولدينج بون راح يبني لي العظم ويساعد بتكوين خلايا الدم. سايتاسيز هو تكوين and function of blood cell، وظائف خلايا الدم وتصليحها تكوينها. الفوسفور شو راح يسوي؟ important for the structure of DNA، مكون بغشاء DNA، مكون بال DNA، هو مهم بال DNA بس structure اللي هو كبنية مال DNA. transport of energy ATP راح ينقل للطاقة ATP. transport هو ينقل. component of cellular membrane مهم البنية، المهم بالغشاء الخلوي، مكون من غشاء الخلوي. component يعني مكون موجود بالcellular membrane. وhelp strength bones ويساعد بتقوية العظام. هذا من هو الفوسفور. هسه نجي للفيتامين. فيتامينات هواي. There are organic compound we required in tiny amount. يقول لي هي مركبات عضوية نحتاجها بكميات صغيرة. مو قلت لكم انه هي مهمة الفيتامينات ونحتاجها وين؟ بكميات صغيرة. عفوا. تقدر تكتب small amount، small quantity، نفس الشيء. An organic compound is any molecule that contain carbon. المركب العضوي هو أي جزء يحتوي على الكربون. شوفوا عندك الorganic compound هو أي مركب شو بكربون تقول هذا organic عضوي، هو أي جزء يحتوي على الكربون. مش راح يطلق على على الفيتامينات عندما لا تستطيع أجسام تخليق إنتاج ما يكفي أو أي منها. produce energy or any advance. لذلك نحتاج الحصول عليه من طعامنا. يعني أنا جسمي، إحنا قلنا هي مهمة essential، يعني جسمنا ما راح يسويها، فأنا أحتاج إنه أحصل عليها من ال our food من طعامنا. تصنفنا في الفيتامينات، أنا عندي تصنيف الفيتامينات اللي هو اللي راح water soluble الذوب لي بالماء، وعندي fat soluble الذوب لي بالدهون. هسا نجي نشوف واحدة واحدة. water soluble they can be dissolved in water الذوب بالماء، والfat soluble الذوب بالدهون can be dissolved in water أقدر أذوبها بالدهون. بالنسبة للهيومن للبشر، أربع فيتامينات قابلة للذهوب للذوبات بالدهون عندنا. إحنا الهيومن عندنا بالدهون ثلاثة اللي هي A D E K، احفظوها كده، إيه يقولوها كده K E D A، هيك حد حفظوها. and non water soluble and nine water soluble، وعندي تسعة راح تذوب لي بالماء اللي هي شنو؟ ثمانية من عندهم B، وعندي واحد وعندي فيتامين C. البي والسي هو هاي. شوفوا انت ايش راح تجيب لكم؟ راح تجيب لكم الكده هي الذوب بالدهون، وعندكم الباقيات شو تجيب لكم؟ بي 1 بي 2 بي 3 بي هاي والسي كلها كتبوها. هاي شنو هاي؟ راح تذوب اللي بالماء، هيك حفظوها. الووتر سوليبل فيتامين دي 2 يقول لي يجب تناول الفيتامينات القابله للذوبان بالدهون بشكل اكثر انتظاما. ليش اني اخذ للذوب بالمي اكثر من ذيك؟ لانه يتم التخلص بها وين؟ باليورين. اليورين اذا قالت ليش اخذها بشكل منتظم حتى اتخلص منها باليورين وبشكل اسرع، وما راح تتخزن، لا يتم تخزينها بسهوله، الستورج مالتها مو سهل. يتم امتصاص الفيتامينات لتذوب بالدهون عن طريق شنو؟ عن طريق الامعاء. تحفظوها هاي.
gastrointestinal with the help of fats, مساعدة الدهون اللي هو lipids. وقلت لكم تقدر تكتبوا lipid أو fat نفس الشيء. هم أكثر عضلة تراكم في الجسم اللي تذوب بالدهون هي راح تتراكم بالجسم. ما تشوفون أكو ناس راح تصير شو اسمه فات سمينة أو أكو ناس هاي، فهي هاي من الفيتامينات اللي تذوب بالدهون راح تتخزن بالجسم تتراكم بالجسم، لأنه يصعب التخلص منها، ما أقدر أتخلص منها بالقرن أو أي طريقة ثانية. إذا تراكم الكثير فهذا يسمى فرط الفيتامين. إذا تراكمت لي فيتامينات بالجسم، إذا قالت too many vitamin built up تتراكم built up تتراكم، ايش اسميها هايبر فيتامين يوسز هايبر، كلمة هايبر هاي معناتها شيء مرتفع، هايبو بالاو شيء منخفض، فانتوا تسموها هايبر فيتامينز شيء متراكم شيء هواية. يمكن ان يؤثر النظام الغذائي قليل الدسم على امتصاص الفيتامينات. اذا انا يعني مثلا ما اخذت شي دسم، اذا انت تاخذ فيتامين بي وسي اللي هو الذوب بالدهون لازم تاكل اكل دسم بي فات. تحتوي معظم الاطعمة على مزيج من بعض او كل فئات الاغذية العناصر الغذائية السبعة. شوف اكو شو اسمه عناصر غذائية احنا نحتاجها بانتظام، واكو لا بشكل قليل، يعني بعض الاحيان ناخذها وبعضها لا. Each part of the digestive system helps to move food and liquid through GI tract. يقول لي يساعد كل جزء من أجزاء الجهاز الهضمي على نقل الطعام والسوائل عبر الجهاز الهضمي وتقسيم الطعام والسائل إلى أجزاء أصغر، هاي كلها قلناها أو كليهما. بمجرد تقسيم الأطعمة إلى أجزاء صغيرة بما يكفي، يمكن للجسم امتصاص العناصر الغذائية ونقلها الى المكان اللي تحتاجه. تمتص الامعاء، شو الامعاء الغليظه اللي هو لارج انتستين، اللارج انتستين راح تمتص لك بس الووتر، ترى ما تمتص لك غير اشياء، تمتص الامعاء الغليظه المي الووتر، وتتحول الباقي الاشياء الفضلات الى شنو، الى ستول. تساعد الأعصاب والهرمونات في التحكم في عملية الهضم. عندك النيرف أعصاب وهرمون، ترى هما تساعد لي بالدايجستيف بروسيس عمليات الهضم. الأجزاء الرئيسية للجهاز الهضمي شنية، أورال كافيتي تجويف الفم، تجويف الماوث الحلق، فارينيكس البلعوم، إيزوفيغاس المريء، ستومك بعده، سمول انتستين أمعاء دقيقة، لارج انتستين أمعاء غليظة، الريكتوم هو المستقيم، والسكورز داجستيف أورجان اللي عندك أجزاء ملحقة اللي قلناها بالبداية بالجهاز الهضمي داجستيف اللي هي شنو، الليفر والقلب لدر والبنكرياس، قلب بلادر هي المرارة. سمول انتستان made up of three segments. الأمعاء الغليظة المكونة من شنو، عفوا الأمعاء الدقيقة سمول انتستان made up of a three segment. الأمعاء الدقيقة تتكون من ثلاث أقسام اللي هي دودينام جيجينام إليوم. ممكن تجيب لك مكونات الجهاز، مكونات الأمعاء الدقيقة دودينام جيجينام إليوم، تحفظ هنا هاي مال اسمه انتستين. أما اللارج انتستين هو راح يتكون لأول شيء من الإليوم، اللي هو شنو last part of the small intestine هو الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة الإليوم هذا. أوكي تتصل، راح يتصل لي connect to the cecum، راح يتصل لي بالcecum اللي هو معناتها بالعربي الأعور، اللي هو الجزء الأول first part of colon في أسفل موقع in the lower، lower يعني أسفل right duodenum، بأسفل in the lower right abdomen،
الجزء الأسفل من البطن. شوف كلمة أبدومان اللي هو البطن يتقسم القولون. هسه راح أجي القولون divided يتقسم into the four part، راح يتقسم لأربع أجزاء اللي هو colon travel up، قولون صاعد إلى الجانب الأيمن، ينقل القولون صاعد إلى الجانب الأيمن من البطن. colon travels up the right side of the duodenum. هسه شنو المهم بهذه؟ ممكن تجيب لكم first part of the colon من هو؟ تقولها الكيكينوم، تقولها last part of the small intestine يا هو الإليوم، هيك تجيب أشياء. ولهنا خلص الجزء الأول من المحاضرة، إن شاء الله استفاديتوا.